توك شو الحمد لله يا ربي اللي طول لي في العمر الحمد لله حيو ميت الله هادشي راه كيبقى غير تمثيل وخيال ونقدروا نتوقعوا اي حاجه بحال ما نهار تعرضت بزاف ديال الحوايج الخايبه وهكاك ما ماتش صباح الروح بحال مشاش برافو عليك حاجه اخرى عاوتاني اللي بغات تحمقني هو شاهين اللي هو باك ولا بات بات كمال اللي مات ودفنوه ومن بعد عاود خرج راه فيكم بزاف ديال السطيحه ما نهار هي بصراحه حنا كنديروا هذا الشيء غير باش نخليو الجمهور متشوق ومتحمس باش يعرف الاحداث بهذا الشيء اللي مخلي المسلسل ديالنا متميز وكيحقق نسب مشاهده كبيره لاحظت فاش دازوا الرجال ياسين احجم هو تيغني الشرقي هو تيضرب لي قناوه ايقاع ديال القناوه كيفاش ياسين هذه القضيه لا الايقاع ما عنديش معاه هذا هو للاسف والو ايقاع والغناء وداك الشيء كامل دابا في التكوين في المعهد فاش تكونت وكاين كاين كاين ولكن ما حيت صبغه الايقاع يا عندك يا ما عندكش عند قدس عند قدس عندها زعما كنت انا في بلاصتك غتكون نبكي دابا نبكي دابا نبكي صافي مزيانه مزيانه يلاه مخيره الحمد لله ورا قبيله قلت لكم ياسين غادي يفاجئنا المهم نديرو داكشي علاش كتبقاو تجبدوا واحد اللقطه وثاني بينك تتنتحري وتحتي من الساكيه ميطاج وتشللتي وبريتي ورجعتي تزوجتي كي درتي ليها ايوا الحمد لله يا ربي اللي طول لي في العمر الحمد لله حيو ميت الله هادشي راه كيبقى غير تمثيل وخيال